الشرطة اجت داهمت المقر الاول. هلا نحن تركنا المقر. الشباب طلعوا بسيارة لحالهم. يلا يا اولاد يلا. وانا وناهدة بدنا نطلع بسيارة. انتبهي مالك شايفة. ايه بالي بياك تحضر كل شيء. ما بعرف لسه ما قررت. ناهدة قوي حالك شوي، تمسكك الشرطة إذا بتتلبكي هيك. يلا استعجلي. ما عنا وقت، أسرعي طلعي بالسيارة. أسرعي طلعي. بكل المهرجانات كنتي موجودة دائماً، انتي كنتي تحتفلي معنا وبكل حب كمان. أمي انتي كنتي دائماً تبهدليني. رجاءً ارجعي بهدليني لآخر مرة لو سمحتي. ارجعي وبهدليني بترجاكي. أمي أمي. بابا هلا الموضوع بيرجع لك لدلنا على الطريق الصحيح مثل ما كانت تعمل بي دي، وهي بتكون مسؤوليتك هلا، لانه بصراحه كلياتنا بدنا كتير نتعلم. تقدم واضح في قضية 26 من كانون الثاني، وإليكم التفاصيل. داهمت الشرطة المخبأ السري الواقع في حديقة تشاندرا شيخار. حديقة تشاندرا شيخار؟ الظاهر غلطتي غلط كبير يا كانتا لما بعتي مهيك لهنيك لحالها. ووفقا للمعلومات الشرطة ألقت القبض على هذه المجموعة، وحسب مصادرنا يوجد فتيات في هذه المجموعة. ابقوا معنا دائما لتبقوا في الحدث. شو صاير؟ يا ترى مهيك وشوريا بخير هلا؟ نحن ملاحقين من الشرطة وبخطر هلا، لازم نتخلص منه، بدنا محلها نتخبى فيه. ايه، رح فوت لجوا وجيب تصاميم كواليس مسرح المناسبة، ورح غسل الألوان اللي عوشي. بسرعة شوي. ألو خالتي؟ ايه مهيك، وينك انتي؟ كل شي تمام؟ ايه خالتي، أنا منيحة، داهمتهم الشرطة بس هلأ هن نقلوا شوريا على مكان تاني. أنا ما بعرف لوين أخدوا لشوريا هلأ. خالتي ضلت 3 أيام بس، وطبعا إذا ما لقينا لنيف بهذا الوقت راح يبيع كل تعبنا وما راح تستفاد شي. خالتي بتصل فيكي بعدين. ايه بس شوريا، حبيبي شوريا، منيح اني شفتك هون. شوريا عم يحاول يقول لي شي، بس شو هو يا ترى؟ بلشي بالتحضيرات، الوقت عم يركض هلا، وراح يزيد الخطر كل ما مرق الوقت. راح اتاكد فورا من هاي القائمة، وراح اطلب كل المواد اللي ناقصتنا. رح نعمل استطلاع على مكان العرس بكرة.
بدي اياكم تنتبهوا كتير منيح. شوريا شو عم يحاول قلي؟ أرمان هاي الإكليل. ايه الإكليل رح يعمل دمار كبير، ضيوف العرس والبقية رح يموتوا بشكل سريع ورح تشعل النار فجأة. انت لازم تحطها بطريقة ما يبينوا فيها لا الشرايط ولا المؤقت. أخي أرمان، بالتأكيد هي الفكرة كتير حلوة، بس كيف بدنا نخدع المسؤولين ونفوت لجوا بسهولة؟ انت لا تاكلي هم هالشي أبدا، حاليا رح نشعل النار بالإكليل لما نفوت لجوا. بس أرمان، المرة الماضية نحن ركبنا كل شيء على شكل قطع، بس هاي المرة مختلفة، كيف رح نركب كل شيء بهالإكليل؟ أنت اترك هذا الشيء علي أنا. تافهين؟ هو انصاب بجروح كتير خطيرة وتركتوه على الأرض؟ هيك بتتعاملوا مع شخص مشهور مثل شوريا كنا؟ ها؟ شوريا هلا انا بدي اخذ توقيعه وقالي. ليش عم تطلع هيك؟ انت الك دور رئيسي بخطتنا هاي. بعد ما توقع على هذا الايصال انت اللي رح تنلام وتتحاسب على كل افعال. رح تحاكمك الشرطة على كل شي رح نعمله ونحنا رح نطلع منها. وقع. ما رح وقع، أنا بفضل إني موت قبل ما ساعدك لحتى تحقق هدفك. ما رح وقع. طيب لك، أنا رح أربط نيف بصخرة وارميه بهداك النهر، أو في طريقة تانية أني أحرقه ويتعذب ليموت، أو فيني أوصل ويموت بسهولة. الخيار إلك. لا 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 لا، رجاء لا تأذي نيف. أنا رح وقع. خلص مستعد وقع على هالشي. لا تأذي نيف وخليك بعيد عن عائلتي. أنا جاهز رح وقع. يلا اسمعوا، أنا رح خبركم كيف تفوتوا على هالمكان. أنا بدي تكونوا حذرين. لازم هالمرة نفتح عيوننا منيح. أنت وياه ما بدي تخبصوا مثل قبل. هالمرة كل شي مدروس. هاي هي الحديقة، شايف هون؟ تمام، وانت رح تكون جاهز بهي النقطة بالذات. حلو شوريا، انت هلأ توصلت لفكرة كتير حلوة مع انك موجوع. البداية من هون. كون حذر كتير لأنه مكشوف. عم تفهم علي شو عم أحكي؟ عم أفهم.